ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع آخر فقراتنا وفقرة انت تقدر مع المطرب الصاعد محمد عادل. بنرحب اهلا بك يا محمد. اهلا بحضرتك استاذه مروه. اولا بقى يعني عرف نفسك للمشاهدين اولا. اولا انا سعيد ان اول لقاء ليا او اول ظهور ليا على الشاشه التلفزيوني يكون مع حضرتك ومن برنامج يوم في الخير. ربنا انا سعيد يخليك. جدا والله. احنا انا اسعد طبعا. محمد عادل، يعني اول ظهور ليا في التلفزيون، يعني ان شاء اتمنى ان انا الله اقدم حاجه تسعد الجمهور يعني باذن ان الله. شاء الله باذن الله هيكون وش يوم في الخير حلو عليك يا محمد باذن الله، باذن ربنا الله. يخليك. انت طالب ولا مخلص ولا انا معايا معهد سياحه وفنادق ومدرب جيم وملاكمه. ما شاء الله؟ ربنا يخليك، التوفيق يا رب ربنا ان شاء يخليك الله. يا رب. طيب يعني انا حابه برضو اسالك يا محمد قبل ما ندخل على الغنى وكده، طبعا احنا مشتاقين جدا ان احنا نسمع صوتك، ربنا بس يخليك. حابه ان انا اسالك امتى اكتشفت الموهبه بتاعتك؟ بدأت اكتشفها كنت وانا صغير، كنت بقعد مع بابا وكده، كنت بحب انا دايما اقعد معاه، فالمهم اي حاجه هو كان بيعملها كنت انا بحب اعملها، فكان دايما هو قاعد بيغني، هو طبعا صوته حلو وكده، يعني الوالد فايوه موهوب. هو اول حد اكتشفني، فهو كان بيغني انا كنت طبعا بغني معاه، كنت انا صغير كان عندي 5 سنين، تمام. فالمهم بدأت اغني من هنا، بدأ يكتشفني من هنا، سمع صوتي من هنا، ده بدأ يمرني، وطبعا وداني الاوبرا، قعدت في الاوبرا 2 سنين ان شاء الله وواقف جنبي في كل حاجه، طبعا هو والدتي واختي، ربنا يخليهم لي يا رب. ربنا يحفظكم ربنا يخليك، ويوفقك يا رب العالمين. ربنا يخليك طيب يا رب. اول حاجة نحب تسمعها لنا ايه بقى؟ اسمعك اغنيه اهاجر واسيبك لمين لمحمد عباس، يا تمام رب تعجبك يا رب تمام ان شاء يا الله. رب. أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين؟ أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين؟ ومين راح يرد لتاريخك سباك ويمشي طريقك لآخر مداك؟ ومين من حياته يجيب لك حياة؟ ومين راح يكبر في وقت الصلاة؟ ومين يبقى مغرم في حب الصبابة؟ ومين يحيي تبتك يا أم الطيابة؟ ومين يبقى ضلة في شمس الغلابة؟ ومين يبقى شوكة في حلق الديابة؟ أسيبك لمين؟ أسيبك لمين؟ رائع بجد يا ربنا محمد ما يخليك، شاء الله. ربنا يخليك استاذ، قوة صوتك جميلة ربنا جدا. يخليك يا ربنا يوفقك يا رب يا رب العالمين. طب يا أنا رب. حابة أسألك يا محمد، يعني هل الوالد مثلا كان بيدربك من صغره كده على أغاني مثلا معينة أو بعض الفنانين مثلا اللي أنت بتحبهم؟ محمد عبد الوهاب، وكنت بغني انا والمطرب اساف دايما، يعني قعدت مع المطرب اساف كتير كذا مره، ده اخ كبير ليا طبعا، وكنت قعدت معاه كذا مره وغنيت معاه كتير، وكان برضو بيعدل عليا في حاجات، وكان بيقول لي كده صح وكده غلط، طبعا وهو من ضمن الناس اللي ودوني الاوبرا وفضل لي ان انا اروح الاوبرا طبعا. يعني تمام. يعني طب يعني هل غنيت حاجة في الأوبرا انا ولا كنت بتتدرب كنت بس؟ بتدرب، بس تمام. بصراحة ان انا قعدت فترة في الاوبرا، قعدت حوالي 2 سنين مليت، يعني قعدت 2 سنين ما لقيتش ان في جديد، او ما لقيتش ان في حاجة هتظهر في طريقي ان انا هوصل، فمليت، بدأت اتجه لموضوع الرياضة والبطولات، ودخلت كذا بطولة، ما شاء الله. ولقيت لقيت طبعا واحد صاحبي جه كلمني قال لي ان انا اقدر اطلع مع حضرتك في البرنامج، ان شاء فقلت الله يمكن بداية لينا بإذن الله ان شاء الله، ان شاء وانت الله. هنا اصلا في مكانك الصح انت تقدر. ربنا يخليك يا رب ان شاء طيب الله. ان شاء الله يا محمد. تسمعنا ايه تاني بقى؟ اسمعك اغنية محمد عبد الوهاب. تمام يا ريت. اتفضل. ماشي. قالوا لي هان الود عليك ونسيك وفات قلبك
وحداني ألو لي ألو لي ألو لي ألو لي ألو لي ألو لي هاني الود عليك وانسكوا فات قلبك وحداني رديت وقلت بتشمتوا ليه هو افتكرني عشان ينساني هو افتكرني عشان ينساني هو افتكرني عشان ينساني عشان ينساني الله بجد والله فعلا اكتر من رائع فعلا مش مجامله ليك والله يا محمد بس فعلا صوتك قوي ما شاء الله طبعا معلش بس هقول تهنئه طبعا في تهنئه معانا موجوده يا جماعه التهنئه تمام طبعا بنوجه تهنئه للاستاذه ماجده رجب رئيسه امانه المراه بحزب التجمع بمحافظه بني سويف على خطوبه نجلها الاستاذ محمد رجب على الانسه شروق احمد قطب خطوبه سعيده ويا رب ان شاء الله زفاف باذن الله سعيد وحياه سعيده باذن الله طبعا يعني يا محمد اكتر من رائع بجد وانا بيبقى ليا على طول لان ده انا بختم بيه بس انا النهارده حابه بقى ان شاء الله انت تختم باغنيه معانا طبعا كان معانا النجم الصاعد المطرب فعلا اللي قد التحدي محمد عادل هتغني لنا اغنيه وهنقفل الحلقه انا طبعا بعد الاغنيه دي لشخص عزيز عليا قوي تمام احساس باجمل معنى في عينك هزني نساني روحي ودنيا قبلك عشتها ولقيت في حبك شوق حنان وشدني كان احلى حاجه في عمري قلبي حسها احساس باجمل معنى في عينك هزني نساني روحي ودنيا قبلك عشتها ولقيت في حبك شوق حنان وشدني كان احلى حاجه في عمري قلبي حسها عاشق بحب في كل لحظة في كل نظرة عليا بتقولها لعينيك يتهجى قلبي معاني حبك بحبك بموت من شوقي ليك